اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بزميلنا كريم سعيد، هنتكلم معاه في امور كثيره جدا تخص النواحي الفنيه. كريم ازيك؟ مساك يا عبد السلام ومساك كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. طيب خليني ابدا معاك على طول. نعم. وسؤال الاول قبل بس ما اتكلم في النواحي الفنيه، تفتكر هل ان الارقام القياسيه وتحقيقها قد اثر بشكل سلبي على اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده، في ظل ان انت المباراه رقم 17؟ نعم. من الممكن ان تكون، وده سؤال بيساله الجمهور. طب الحقيقة. طب لا، انا اعتقد لا، ما عملش اي ضغط على اللعيبه. احنا حتى شفنا ان اللعيبه منذ تحقيق حتى الفوز ال 13 وبدايه كلامنا على الرقم القياسي والاقتراب من رقم مانويل جوزيه 17، ما اعتقدش ريني فايلا ودماغه او عقليته واثرت للعيبه ان احنا دايما بنلعب على الحته دي، لا خالص. انا اعتقد ان اللعيبه النهارده واضح جدا 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 الاجهاد، واكيد كابتن حماده صدقي هو ده اللي احنا يعني بعض الحاجات اللي هنتكلم او مفاتيح تحليل مباراه النهارده هم حاجتين، الاجهاد والمنافس اكتر ما الشكل بتاع النادي الاهلي، وهنعمل مقارنات عشان نوضح. لكن انا في وجهه نظري الرقم القياسي اللعيبه عارفاه وعارفه ان هو هيتسطر في تاريخهم، بس ملوش دعوه خالص باللي احنا شفناه في ال 90 دقيقه. طيب ايه اللي احنا شفناه في ال 90 دقيقه؟ اللي احنا شفناه في ال 90 دقيقه للكابتن حماده صدقي نجح فعلا بطريقه 4-1-4-1 انه يقفل خط الوسط تماما للنادي الاهلي. الخطه كانت واضحه جدا في ارض الملعب، الاربعه واقفين قدام منطقه الجزاء، وبيضغط بحسام حسن، واحد من افضل مهاجمين رؤوس الحرب في الدوري بصراحه حسام حسن في الاستلام. حسام حسن النهارده عمل دور مميز جدا جدا في نص ملعب النادي الاهلي في حاجتين، في عمليه الضغط على حامل الكره واللي بيطلع بيها من نص الملعب، والحاله الثانيه اللي هو بصراحه مميز قوي، من افضل المهاجمين المصريين اللي بيستلم الكوره تحت ضغط. تحت ضغط، وبيجبرك على حاجتين، لا يعدي منك يلف بيك، لا ياخد منك فاول. وخد كميه فاولات في نص ملعب النادي الاهلي على مدار الشوطين كان عدد كبير جدا، وضح ازاي الكابتن حماده صدقي كان بيعتمد عليه كمحطه لعب وما اعتمدش عليه. ما شفناش يعني الهجمات الخطره عن لنادي سموحه جايه عن طريق حسام حسن خالص، كانت عن طريق الترهوني، كان عن طريق ديوب من خلال الاختراقات اللي تمت من خلال الكرات الطوليه. طيب النادي الاهلي ليه النهارده شفناه لحد ما متحجم شويه؟ لان تم ابعاد عمرو السوليه ومجدي قفشه عن عمليه استلام الكره وصناعه اللعب. اول ما النادي الاهلي بيبعد عن الحته دي بتشوف ان النادي الاهلي على طول بيلجا للكرات الطوليه. وهنا احنا مضطرين نعمل مقارنه بسيطه بين افضل ماتش للنادي الاهلي كاداء في ارض الملعب من التمريرات وصناعه اللعب والنهارده، فانا جبت ماتش النادي الاهلي وطلاع الجيش، واحد من احلى ماتشات النادي الاهلي السنه دي مع اختلاف طبعا المنافس. النادي الاهلي في ماتش طلاع الجيش نعرف هو لعب على الارض كتير ولا اجبر على على اسلوب لعب المنافس، هنبص على الكرات الطوليه. وانس ان النادي الاهلي رجع للكرات الطوليه قدام منافس محلي، مش افريقي، قدام منافس محلي. احنا برضو بنتكلم مثلا، ما اقدرش اقارن بين انديه مصر وسان داونز، سان داونز اللعيبه مستواها الفردي مرتفع جدا. فلما نبص على رقم مهم جدا جدا وهو الكرات الطوليه اللي عملها النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي النهارده عمل 59 كره طوليه قدام فريق محلي. هنا دي نقطه مهمه، دي نقطه خطره، بالظبط نفس الامر اللي اجبرنا عليه الكابتن ايهاب جلال في ماتش النادي المصري. كابتن ايهاب جلال اجبر النادي الاهلي في بدايه المباراه، كنا متقدمين. هل التعب هنا يعني انا كلاعب؟ طبعا. نعم طبعا، يعني انا كلاعب بقول انا يعني واحسن ان انا اعملها واحده طويله. طبعا طبعا، الاسهل اسهل يعني اسهل لي طبعا، مش حجر كتير يعني. ليه؟ وخلي بالك يا كابتن، انت بتتكلم على خماسي قافل لك وسط الملعب الاربعه طبعا واحد. مع قفله سموحه يعني الاربعه واحد اربعه واحد بتاعت سموحه بصراحه كانت مميزه جدا. الخمسه اللي موجودين في نص الملعب بيجروا بشكل كبير جدا، واللياقه البدنيه النهارده لنادي سموحه بصراحه كانت مميزه وفضلت معاهم للدقائق الاخيره في المباراه. بس كان اساس المشكله اللي كانت عند النادي الاهلي هي عدم وجود لاعب بلاي ميكر بياخد الفريق من نص ملعبنا لنص ملعب المنافس. وهنا هنبص برضو على رقم مهم جدا وهو ارقام اللعيبه اللي بتمثل البلاي ميكرز او صناعه اللعب في النادي الاهلي، واحنا بنتكلم على اثنين، عمرو السوليه ومجدي قفشه. عمرو السوليه في كتوتال استلم الكرات في المباراه 48 كوره، مجدي قفشه 29 كوره، وبالتالي ده ارقام قليله جدا، منها كمان جزء منها اتعمل في نص ملعب النادي الاهلي. يعني اذا احتسبنا ان في 10% من الكرات دي او 20% حتى من الكرات دي
تم استلامه في نص ملعب النادي الاهلي، احنا هنا بنقلل كمان من خطوره الفريق. وبالتالي شفنا ان نتج عن الشكل ده الشوط الاول او قبل بالذات الدقيقه 60 النادي الاهلي ما قدرش يصنع فرص خطره على مرمى الهاني سليمان سوى بالتسديدات البعيده فقط، هي دي كانت الوسيله الوحيده لينا خلال ال 60 دقيقه. بدا الامر يتغير تماما مع نزول اليو بادجي، لان خطه اللعب اتغيرت. وانس خطه اللعب اتغيرت بدات يعملوا الحركه اللي حضرتك قلتها، ان اللاعب وهو بيفكر انا النهارده لما احضر كوره على الارض سهله ولا العب الكره الطوليه ولا العب الكره العرضيه؟ العب الطوليه ولا العرضي؟ ليه؟ كل مطلوب مني في العرضي بمشي على الخط وارمي الكروس وتبقى المسؤوليه اتجهت للثنائي الهجومي. بعد نزول بادجي بدانا نشوفها خطوره للنادي الاهلي، حتى لو خطوره لحد ما جت في بعض الحظ من الكرات العرضيه اللي اتلعبت وخبطت في اليو بادجي وخبطت في احمد الشيخ، اوكي هي حظ، ولكن الخطوره الفعليه بدات على مرمى الهاني سليمان لما رينيه فايلر قرر انه يغير خطته بدل ما يلعب بمهاجم واحد ويلعب باثنين رؤوس حربه، بس مع تكملت ان طبعا مفيش صناعه لعب، ان انت عشان تتحول انك تلعب باثنين مهاجمين اضطريت انك تطلع مجدي قفشه من الملعب واديت واجبات واضحه جدا لوليد سليمان، خليك على الطرف. زي طرد كمان رامي ربيعه. ده بقى في الاخر بقى خالص، لكن قصدي في الربع ساعه الاخيره، لكن انا بتكلم على التغيير، كان واضح جدا ان وليد سليمان مش نازل كبديل لمجدي قفشه كبلاي ميكر، وليد سليمان كان واخد الطرف لان وليد مميز جدا جدا في عمليه ارسال الكروسات، وكان فايلر واضح انه عايز يلعب اكبر عدد من الكرات العرضيه لمروان واليو بادجي عشان يقدر يستغل الدقائق الباقيه، لكن اكيد احراز سموح الهدف والطرد اللي حضرتك تفضلت وقلت بس أنا عندي غير الشكل. انا عندي هنا برضو سؤال، هو نعم النادي الاهلي من وجهه نظري كان افضل كتير طبعا بعد طرد رامي ربيعه، ما اعرفش ليه اقول لحضرتك، وبعد الطرد طبعًا. يعني عشان مش طبعًا. رامي ربيعه، ولكن طبعًا. انا اقصد ان بعد الطرد نعم النادي الاهلي في الربع ساعه الاخيره نعم عمل اعتقد كرات عرضيه، يعني انت ممكن تلاقي الارقام عندك نعم. عمل كرات عرضيه وشاط افضل على المرمى، بالعكس ده ضغط على نادي سموحه. ليه بقى؟ باستثناء كره او كورتين يعني. نادي سموحه لما وجد نفسه ان هو متقدم في النتيجه اتفاجئ. اتفاجئ جدا ان هو ما كانش محضر ان هو ممكن يتقدم في النتيجه، كان واضح جدا طريقه اللعب، انا عايز العب على الكرات الطوليه نفس الطريقه بتاعت سان داونز. سان داونز. انا هرمي الكرات الطوليه ورا الاثنين الظاهرين اللي على الاطراف واحاول لحد ما ان انا اخلق الفرص بتاعتي من الشكل ده. الهدف طبعا اللي جه بعد تسديده رائعه طبعا من ديوب، بصراحه بحييها عليها، كره حلوه قوي، واحده من التسديدات اللي قلما بنشوفها في الدوري المصري. الفريق اتفاجئ وبدا كل فكر اللعيبه انا عايز احافظ على النتيجه حتى رغم طرد رامي ربيع. وهنا جت نقطه مهمه جدا وهي شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عليها السنه دي بشكل مختلف عن السنوات اللي فاتت. الشخصيه ان انا حتى ورغم التأخر ورغم النقص العددي اللي انا بمر بيه، فايلر عمل تغييره ممتازه ان انا لعبت بيه الثلاثه مساكين وقفتهم بشكل ان انا النهارده احمي القلب بتاعي واحمي الاطراف بالظبط كده، هلاعبهم بلعب بشكل ثلاثه مساكين وابدا النهارده اشيل احمد الشيخ وانزل محمود وحيد هو اللي طيره، وابدا النهارده احاول اضغط عشان ما اخرجش بالظبط ما اخرجش خسران. وهنا الطريقه او التفكيره بتاعت فايلر كانت ممتازه، شخصيه اللعيبه في ان نضغط لعيبه سموحه رغم ان لعيبه سموحه اذل، ومفروض حتى ساعتها كان لعيبه سموحه كل حاجه تفكر فيها ان النادي الاهلي في خط الوسط عنده ثغره، لان انت النهارده بتلعب ناقص في العدد، مجرد بس ان عمرو السوليه او ديانج يضغط عليك امسك الكوره وحاول تتدرجها كتير او تقعد بيه او تطول زمن الملعب بالظبط. لكن هم ما قدروش يعملوا كده ليه؟ لان لعيبه النادي الاهلي بدات النهارده يبقى في باور جامد جدا في الضغط، لعيبه النادي سموحه كل همهم ان انا عايز احافظ على النتيجه، فكل العوامل دي تسببت في الشكل اللي احنا شفناه، والطريقه الوحيده في وجهه نظري للتهديف للنادي الاهلي وهي الكرات العرضيه او السكند بول. السكند بول لو احنا نشوف في نهايه المباراه كان اليو ديانج بيقدر ياخدها بشكل جيد، ايمن اشرف بصراحه لازم اشيد بيه جدا 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 في مساله الضغط العرضي، بمعنى نادي سموحه لما كان بيطفشوا الكرات العرضيه النادي الاهلي كان بيطفشوها على العرض، وبالتالي ايمن اشرف كان بيخش دايما للعمق عشان يقدر يقطع الكرة ويحمي الهجمات المرتده لنادي سموحه. وتاني دي بترجع برضو نقطه مهمه جدا، لعيبه النادي الاهلي رغم كل الظروف السلبيه اللي واجهوها في نهايه المباراه قدروا ان هم يرجعوا في التعادل، وكانت طبعا بسببها التسديدات الخارجيه اللي كانت ناتجه عن الكره الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب اليو بادجي ومروان، احنا شفنا اليو بادجي برضو ما بيلعبش راس حربه راس حربه، ولكن نعم. طبعا. بيجي زي كتير. طبعا نعم نزل بينزل تحت كتير، وهو اللي تقريبا كان نعم. بيستلم الكره، انا حسيت ان هو يعني بيلعب
10 انا اسف اكتر منها من 9 نعم. راس حربة او يعني تحت الرؤوس تحت الراس حربة اكتر منها راس حربة. ده طبيعي ليه؟ لان هو خلاص فاير اختار ان هو يتخلى عن صانع اللعب بتاعه وما يقدرش يطلب من عمرو السوليه ان هو يتقدم ويلعب قدام اليو ديانكا واحد قدام واحد، دي مستحيله، دي خطره جدا، لان وانس ان عمرو السوليه هيضغط ويتضرب كده هيروح على اقل تقدير اثنين لعيبه على اليو ديانكا، فبالتالي هتصنع فرص كده او هجمات مرتده كتيره نادي سموحه، وبالتالي كان مجبر ان هو يسيب عمرو السوليه على نفس اللاين مع اليو ديانكا. وبالتالي هنا القرار عندي انا مجبر ان اقول لاليو بادجي حاول تنزل انت شويه انت سريع. اليو بادجي بصراحه عنده ميزه انه لما بينزل يستلم الكوره عنده نفس السرعه اللي بيقدر يرجع بيها لمنطقه الجزاء. مروان لحد ما الحته دي مش عنده، ولكن اعتقد الشكل اللي احنا شفناه بعد نزول اليو بادجي ربما هو كان هو ده الشكل اللي كنا نتمنى كان يبدا بيه. ليه؟ انت ربما انت عارف انك بتلعب مباراه خلال 3 ايام، عندك هيبقى عندك طبعا مشكله اكيد بدنيه في حته صناعه اللعب قدام فريق ذهنيه طبعا، وفريق متمرس جدا كابتن حمادة صدقي يعني واحد من المدربين الفنيين بيعرفوا يقفلوا بشكل جيد جدا. فاذا مثلا لو احنا قلنا الرقم بتاع الكرات العرضيه كابتن اسلام في مباراه النادي الاهلي 15 نجح منها 5، لو انا في وجهه نظري لو 90 دقيقه وصلنا الرقم ده ل 40 او 45 كره عرضيه اعتقد كان هيبقى نسبه او فرصه ان احنا نهدد مرمى الهادي سليمان هتوصلها ازاي ال 40؟ بناء ابداها من بدايه المباراه، بدايه المباراه النادي الاهلي ما يقدرش يلعب كرات عرضيه كتيره، ليه؟ لكن اللعب كله منحصر ان انا اوصل لنص ملعب نادي سموحه واحاول اخترق، او لو ما اخترقتش العب الكرات الطوليه اللي احنا اتكلمنا عليها كتير. ليه؟ بصراحه مجدي قفشه عشان يبدا يعمل ينزل كتير نص الملعب ما كانش عنده المساحه دي، لان في ناس بتضغط عليك، وواضح جدا برضو ان اللعيبه ما زال في بعض الارهاق، وعمرو السوليه برضو بصراحه مستحيل اطلب من عمرو السوليه النهارده اكتر من يعمل دور البلاي ميكر. احمد فتحي بالنسبه لي النهارده كمان احمد فتحي بصراحه عمل مباراه مميزه جدا، بس احنا انا بحاول يعني تبقى الناس فاهمه في نتيجه سلبيه لكن احنا بتوع رياضه، ناس بتوع كوره، عمرك ما تنتظر من اللعيبه انها تديك نفس المستوى على مدار الموسم وكمان على مسابقات مختلفة وكمان منافسين مختلفين. النهارده نادي سموحة بصراحة بدنيا في قمته، ذهنيا في قمته، لاعب النهارده محمد الطرهوني كان مميز جدا جدا في مسألة صناعة اللعب هو محمد طلعت في النزول تحت حسام حسن، حسام حسن كل الكرات السورية تقريبا بصراحة استلمها وخد منها كمان فاولات، الحتة الوحيدة بس اللي هتبقى أنا بصراحة أتمنى أقولها لأحمد الشيخ إن هو نقطة التدخلات الثنائية محتاجين إن احنا نشتغل عليها أكتر من كده. طيب نعم طيب اخيرا بقى لو القادم سريعا جدا طبعا عندنا مباراه نادي انبي يوم السبت، كابتن حلمي طولان الشكل اعتقد بنسبه كبيره هيبقى واضح. مشابه واضح هيبقى مشابه للنهارده مع نقطه وحيده بس ان نادي انبي عنده محمد شريف لاعب نادي الاهلي السابق واحد من اسرع اللعيبه في الدوري، فاللعب على الكرات الطوليه اكيد لازم من الجهاز الفني ان شاء الله خلال الايام الجايه ياخد باله من الحته دي. انا بشكرك شكرا جزيلا كريم على وجودك معانا، وشكرا شكرا على الشرح. شكرا جزيلا كريم سعيد. هطلع فاصل واستقبل كابتن ناصر عباس نشوف ايه هي المفاجاه اللي عاملها لي كابتن ناصر عباس.